السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. يا رب كرمنا، يا رب يرضينا، يا رب افتح البيبان المقفلة، يا رب يرضي كل البيوت، يا رب اجعلنا من اجعل اعمالنا من الصالحات، يا رب تقبل مننا شهر رمضان وصوم شهر رمضان وصلاة شهر رمضان. يا رب كل سنة وانتم بألف خير. اللي زعلان من حد يا جماعه لازم يسامحه ويصالحه، ما نزعلش من حد في الشهر المفترض. لازم يا جماعه اللي ليها ام ولا ليها اللي ليها اب ولا اي حد مخصمه، ليها اخ، ليها اي حد، لازم تجري عليه وتصالحه. احنا في شهر التسامح، شهر الكرم، ما فيش حد لازم يبقى زعلان من حد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. انا هوجه رساله لعائله ام زياد، اقول لهم البقاء لله، ربنا يقويكم ويصبركم. انا بجد زعلانه من كذا قناه كده طلعت اتكلمت عليهم. الناس دي يا جماعه بجد بجد من الناس اللي يعني اللي ما بينهم وما بين ربنا عمار جامد قوي قوي قوي. الناس دي مؤمنه بقضاء الله، الناس دي عندها تماسك، عندها ترابط، عارفين ان بنتهم راحت في مكان احسن، عارفين ان بنتهم يعني هم ما ودهاش في حته، لا ده ربنا اختارها من تبتها. اذا كانت الناس دي مبتسمه ولا بتضحك ولا ولا عايشه حياتها طبيعيه، هي دي سنه الحياه. مش لازم نهاجمهم، مش لازم نقعد نطلع عليهم كلام، مش لازم نطلع نقول دولك عملوا دولك سووا دول. ربنا يصبرهم بجد بنتهم وعز ما عندهم طبعا. وانا بصراحه ما كنتش اعرفها، بس بجد بجد انا حزنت عليها جامد، لان هي كانت انسانه محترمه وبتقدم محتوى جميل، محتوى محترم. هي وعيلتها عيله جميله وعيله بجد بجد عيله كويسه جدا. الاب الجميل المتماسك اللي بجد يعني مؤمن بقضاء ربنا، والام الصبوره اللي ربنا يا رب يجعله لهم في ميزان حسناتهم ويصبرهم على قد غلاوتها. مفيش حد بيعمل يا جماعه بيبقى حزين ولا بيبقى فرحان ان عنده حد توفى ولا عشان زي ما الناس طالعه بتقول مشاهدات ومشاهدات. بجد عيب عيب، الناس دي مش كده. الناس دي لما تخشوا وتتفرجوا على المحتوى بتاعهم، اسره جميله جدا جدا، مترابطه جدا، بيحبوا الحياه، بيحبوا يعني يدوا الناس الطاقه الجميله، الطاقه مش الطاقه السلبيه، الطاقه اللي طالعين ينعوا همهم ويشتكوا ويعملوا، لا ده بجد بيقدموا الفرحه للناس. الناس دي ربنا يقويها وربنا يصبرها بجد على قد معزتها ام زياد. ام زياد كل الناس حزنت عليها وكل اليوتيوب زعل عليها بجد. انا ما بقول لكم انا ما كنتش اعرفها خالص، انا ما عرفتش الا لما شفت كل القنوات بتتكلم عنها وكل الناس بتتكلم عنها وبتدعي لها. انا بدعي لها في اول يوم رمضان ربنا يغفر لها ويسامحها ويصبرهم يا رب، ويجعلها ان شاء الله في الجنه ورمضان احسن في الجنه. انما ما نطلعش ونهاجم ونطلع ونقول عملوا وكلوا وشربوا والكلام ده كله. بجد بجد الكلام ده زعلني. ليه يعني؟ ما لازم ياكلوا. الناس بتروح تدفن ميتها وتيجي الطباخين بيبقوا شغالين. كانت ليا حماتي تقول لي الله يرحمها تدفن العزيز الغالي وترجع تقول انا مالي. اقول لها مين دي؟ تقول لي بطني. مفيش البطن ما بتزعلش وما بتفرحش، ولازم الناس دي تقف على رجليها. الناس دي لازم عندها اطفال عايزين ياكلوا وعايزين يفرحوا وعايزين يلبسوا وعايزين يقضوا رمضان وعايزين يعيدوا. كفايه كسره قلبهم على مامتهم، الاربع اولاد والزوج، كفايه ان هم اتحرموا من امهم ومن من دي الله عليهم. ما نبقاش كمان احنا والزمن عليهم، لا. الناس دي جميله جدا بجد بجد. الناس دي يعني زادوا احترام فوق احترامهم، وزادوا قيمه عاليه قوي 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 عند الناس. مش حته ان هم يا جماعه قاعدين بيعملوا ولا يقولوا ده عشان المشاهدات ولا عشان المشاهدات تعلى ولا عشان يغيبوا عن اليوتيوب شويه ولا كده، لا. الناس دي
ربنا مصبرها، ربنا مديهم حاجة جميلة، ربنا مديهم حاجة كده صبر كده، وحاجة من عندهم من عند ربنا، حاجة حلوة حاجة جميلة. مش هنقعد نحزن ونشيل الهم لا، ده قضاء ربنا، ده قضاء ربنا. هيعملوا ايه؟ عيطوا، عملوا، مكلوش، محدش بيموت ورا حد، محدش بيتنوا يحزن يحزن لحد ما بيموت ولا حد. لا، ده استغفر الله العظيم، يعني ده بتبقى حاجة وحشة، يعني ده بيبقى ربنا غضبان على البني آدم اللي بيعمل كده. إنما الناس دي بجد يعني ربنا يقويها، وأنا بقول لكم ربنا يقويكم ويساعدكم، ويا رب يرحم أم زياد ويغفر لها ويسامحها. هي ست كانت جميلة جدا، أنا دخلت وشفت كل اللي كانت بتقدمه، كفاية حبها لأهلها ولولادها ولجوزها، احترامها ليهم. ست ما عملتش حاجة تغضب ربنا. الأب والزوج والإخوات والأم والولاد، جزاك الله خير يا أم زياد في تربية ولادك. بجد ربنا يا رب يعني يطرح لك فيهم البركة، وتحس بيهم إن هم بقوا أحسن الناس. أنت في مكان أحسن يا أم زياد، أنت في الجنة إن شاء الله، أنت رمضان أحلى في الجنة يا أم زياد. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويصبر أهلك يا رب. وبقول لكل الناس اللي طالعه بتتكلم وبتعمل شو على حس ام زياد، بقول لهم كفايه كده، قولوا للناس دي ربنا يصبرهم ويقويهم، ويا رب ويجعله لهم اللي هم بيعملوه في ميزان حسناتهم. والف رحمه ونور عليك يا ام زياد يا غاليه، يلي ما حدش قال عليكي كلمه وحشه ولا حد قال عليكي اي حاجه. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك، انت ميتة في ايام جميله وايام حلوه، كلنا نتمنى ان نبقى كده زيك ونموت في الايام الجميله دي. الله يرحمك، واستودعكم الله، وباي باي.